عمرك شفت حتة زي دي؟ يا سبحان الله يا سبحان الله، فنان وأبوه فنان. كيف تفوتني فرجة زي دي؟ حضرتك أنا زودت الحراسة حوالين القصر، أنا خايف لو يضرب تحت الحزام تاني. ما تخافش. فارس أنت تغيرت، مش حاسس بنفسك؟ مش حاسس ان انت بقيت جامد كده وبتخوف؟ عادي يعني، ما عادي. طب انا هوريك، خد المراية كده. بص في عينك مليانة غموض، هو انت ازاي بقيت كده؟ انت بتحبيني ولا ايه؟ لازم تستغل الفرصة اللي تحت ايدك، لازم تبقى كين. كين؟ كين اتعم ومحتاج عنين، وانت بقى دلوقتي ابنه وعنين. في فرصة أحسن من كده فين؟ ها؟ هتعمل
يومك وانت شقي طول عمرك كده بتهرب من شغلنا وتغيب بالشهر عني طول عمرك يا اخويا غضاب وداخل مع الدنيا في خناقه وهيهبت في عينك يا كين صقر خد مراتك وامشي من هنا يا صقر وانا هسيبك تاني مكفايه اللي جرى احنا هنقعد معاك لحد ما تقوم بالسلام انا كويس توكلوا على الله حاضر يلا يا امل وانا كمان همشي ابص ما تتجننش يا سامي سيبك من خلف خالص اليومين دول احنا مش هنسيب حد صقر خد سامي معاك وانت ماشي يلا يا امل يلا جاية تشمت يا وش المصايب الشماتة دي تعرفيها انت انا جاية لأبو ابني فارس ابني اللي حيشيل ابوه في وقعته يا غجرية غجرية تجننتي ولا ايه انا مجنونة يا فارس ماشي بكرة تعرف اننا اللي باجين لك وتهجي تعيط على باب عمتك يلا صار فارس سيبني ادخله لوحدي فارس باشا رايح فين يا حامد عاوز تسيبنا انت ناسي انك قريبنا راجل مهفوف انا خدامك ما عندناش خدمين كنا واحد اللي بخدمه خلاص راح حد قال لك ان ابو هيبه بيستغنى عن ناسه سمعت قبل كده ان في حد من رجالتي مشيناه ما حصلش خلاص هتفضل معانا ربنا يخليك لسه ابو فروة ابو هيبة خش خش يا ابو هيبة واقفل الباب لحد يسمعني عرفتك من برفاني كريم يا لسه فاكر برفاني يا كيم حد ينسى برضو اول برفان شمه في حياته يا سلام لما كنت بشمه كنت بحس ان هو ريحة الجنة تقوم تسيبني قبل ازازة البرفان ما تخلص
انت عديتي بعد 30 سنة يا ريم. اشمعنى انا شلت لك البرفان 30 سنة؟ من يوم ما سبتني وانا حلفة لرش البرفان ده على جسمي كله عشان لما اجي ازورك واشوفك اشفي غليلي منك. بره يا ريم. قوي قوي. بس مش لما احكي لك الاول انا لابسه ايه؟ انا لابسه احمر. فاكر اللون ده يا كين؟ فارس! عمرك ما بتفتكر حد الا لما بتتزنق. بس اطمن انا قافله الباب علينا احنا الاثنين. فارس! بقالي 30 سنه بحلم اقفل الباب عليك زي زمان. فاكر؟ فاكر لما سرقتني يا كين وقتلت ابويا؟ انت كدابة. كدابة؟ امال يعني ابويا اكبر تاجر سلاح في مصر هيغلط وهو بينظف مسدسه؟ ابويا اللي علمك كل حاجة، خدك من الشارع وانت بتبخ نار قدام المحل، كبرت خطفت بنته وقتلته واستولت على كل حاجة، حتى ابني ما سبتهوش خليته فاشل زيك ما يعرفش اي حاجة غير الامور. انت جاي لي يا ريم؟ جاي اتفرج. اتفرجتي؟ اتفرجتي يا ريم؟ ولا فرجك؟ علي عليك مالت علشان تاخد راحتك. هو عليك طول عمرك وسخ وهتفضل وسخ. ده صوت مسدس. عايزه تقتليني يا ريم؟ بصراحة نفسي اقتلك. عارف المسدس ده؟ ده اللي قتلت بيه بابا من زمان، شايلهولك من ساعتها، عايز افرحك بيه واخلصك من العمل اللي انت فيه، ولا انت عايز تعيش طول عمرك اعمى وابني يسحبك من ايدك؟ يلا انا هعد. واحد، اتنين، ثلاثة. مصدي يا ريم، مصدي يا ريم. أبوك الله يرحمه. أبوك يا هابي حارب الإنجليز، طب مصر، عايز يعمل زي جدك، فاكره؟ جدي اللي حارب الفرسان أيام عبد الله بهادر عمدة جهاني. أيوة حصل، الله يرحمهم جميعا. خد يا هابي قشر لي دي. ده حامية قوي. مسكتيها كيف دي يما؟ خلي بالك يا هابي. لا ما تخافيش، ولدك واعر. ابوك لسه ما جاش، لسه ما جاش. الله يرحم ابو هابي. الغيل يمنع الخير. الحمد لله على السلامه يا منصور. اتوحشتيني. بتوحشك وبترضيني، بس النهارده مزاجك عال قوي. النهارده بس خدت بتار حمزه، قتلته، عميته عشان يموت كل دقيقه. حمزه بمليون زي كين، ربنا يجعلها اخر الاحزان، بس الدار ملوش اخر. ارتاحي غنيمه، ارتاحي، هو لعمة بيشوف. النار اللي
اتضربت دي اتضربت على اوضة نومي اللي ضربوا النار بيتمطعوا ناقص يرقصوا على جثتي. فين امن البيت ده؟ فين؟ البيت بقى شربه من دلوقتي يا ماهر. انت المسؤول عن امن البيت ده. غير الحرس كله ما عاوزش اشوف حد منهم تاني. لو ما فقتش من الافيون ده يا حكم هكيفك من غير افيون، وانت عارف هكيفك كيف. مش هتيلا بقى يا كين؟ عملها ابو هيبة ونفد منها بس ورحمة عينيا ما هسيبه. عملتيها تاني هقطع لك رجلك. فارس فين؟ ما انت محرج عليه يجي هنا. الجزمة بس ده ممكن ننقله. دي فين؟ بدور عليك من الصبح. مالك يا خالد؟ انت عيان ولا ايه؟ لا بقالك يومين مش سايبني في حالي. خير ان شاء الله. وحشتيني يا خلود. ما تيجي نخش نتكلم جوه. مالك كده عمال تتلزق فيا؟ ميت يا خلود. وانت من امتى بتسأل يا خلود؟ عاوزين نخول بيت، ايه رايك؟ بنتك لسه ما كملتش سنتين. ما هو كويس تمام. بيقولوا للعيال الصغيرين لما بيبقوا متصاحبين لما بيبقوا قريبين من بعض في السن بيتصاحبوا. الكلام ده مش كلامك. بقول لك ايه؟ الكلام ده كلام مرات عمي. يا دي كلام مرات عمي. هتفضلوا شايلينها في دماغكم لغايه امتى؟ ها؟ هتفضلوا واقفين عند عربيه الكبده لغايه امتى؟ السلام عليكم يا رجاله. سلام ورحمه الله وبركاته. جبتوا اللي احنا اتفقنا عليه؟ كله تمام. يعني خلاص جلبت عليه؟ كفايه عليه اقول غير كده. يلا بينا. ماشي يلا بينا. فلوس والعبود يا عم. شكرا يا ماهر. تفضل الشاي يابا. تعبينك معانا. يه اللي احنا قاعدين يعني عملت ايه؟ فيك البركة. الله يبارك فيك. لو كنت حصلتني وانا في توة كنت خدمتك صح. احنا مش هنزعجك، معانا الفلوس والعقود. انا عارف من زمان البيت ده مرزق. يا سلام، يا ما كان نفسي ان مراتي تكون عايشة دلوقتي وتشوف الكلام اللي انا بقوله ده صح ولا لا. انا اول واحد اقول للحته دي كلها ان الارض اللي تحتيكم دي احسن منكم. انا عارف ان فيها اثار
لا ما تخافش، كلمة عمك رمضان الأسمر ما تنزلش الأرض أبدا. هات العبود يا أخوي. مبروك. الله يبارك فيك. يا أبوي بسم الله. رايح فين؟ عايزني في حاجة؟ قصدي الشنطة اللي معاك دي فيها 3 مليون جنيه، هتعمل بيها ايه؟ اللي وارث مين يورثك؟ اللي ملوش وريث هيعمل ايه يا ولده؟ الفلوس ملهاش عازل. والبعت الأرض ليه يا عم رمضان؟ عشان انظف الوساخة اللي عليا. انا بقال 40 سنة وانا قاعد وشايل الطين على راسي، نفسي قبله وانا نظيف. انا مكسوف من ربنا قوي يا استاذ، اعطاني القوة الجامدة. كنت اجر عربية بيد واحدة، كنت اضرب حارة لوحدي، بس افتريت وترزلت وما كان حد يعدي الا اما انا اقول له. لا ست ولا راجل، ياما في ناس اتأذت بسببي وتوجعت اهلها بسببي. انت لو عصرتني هنجت خطايا. والفلوس دي هتغسلك ولا هتعمل لك ايه؟ ولا راح ما انا لو ليا اهل ولا ولد ولا بنت كنت قلت هيدعوا لي لما اموت. لكن اتجوزت بعد سن 60 وهي مرتي راحت وسابتني. الفلوس دي لازم تروح للي يستحقها، يمكن تنظف ذنوبي شويه. انا هسلمها للمستشفى عشان تجيب جهازين غسيل الكلى عشان تخدم الحي كلاته. يمكن ربنا يقبل مني واللي ظلمهم زمان قادر ان هو يساعدهم دلوقتي. وبعد ما تودي الفلوس المستشفى هتنام فين يا عم رمضان؟ انام فين؟ الله العظيم. المحاسب بتاع حضرتك اللي بيشتغل في المستشفى بتاعتك سرق مني 30,000 جنيه، ودي فلوسي انا وبنتي، يعني نروح فين ولا نيجي منين؟ وعدني انه هيعيني في المستشفى ما عينيش، والله العظيم انا لا حراميه ولا بشهد، انا مش عايزه اي حاجه غير بس ان انا اتعين. يا مري
يا مر يا منصور جريه مالك؟ تلاقي مزاجه متعكر شوي، المهم انه زين. هو ده الراجل بصحيح، يغيب يغيب ويرجع محمل. عمرك يا هبه ما رجعت فاضي. يدي الحلق للي بلا ودان، والله ما حد يقدرك قد يا هبه. خلى مخك على مخ، وها سايبك لحالك ومحرم على نفسه عشتني. سيد هو في زي سيد يما؟ طيب وحنين وجدع وواد حلال وملوش في الشمال، فلاح وبيحب ياكل من زرعته. عمرك يا سيد ما قلت وقلبك وجعك؟ عمرك ما عالي صوتك وانت محمل وبيحب ياكل من دراعه ويشرب من ميته؟ لا ليه لونين ولا حيران في عيشته، غني ولو ما عندهوش وصادق حتى لو ما حدش سامحه. بطل رط ونيميني وسمعيني كلمة أني طالعة. حاضر يا أم، حاضر هسمعك أني طالعة. استني يا بنتي، صباح لو مت أنت تغسليني، يمكن ربنا يسامحني عشانك. العمر الطويل لك يا أم. شيلي عاوزش حاجة من بطن الجديدة يا عمي؟
واه واه عيب عليك يا هيبة، حد يعمل كده هتصغر وتعيده من تاني.